عايز افهم من حضرتك، هي المشكله هي شخصنه الموضوع بالنسبه لحضرتك، ولا انه لان ده بالنسبه لنا الاثنين بس ثلاثة. اكمل حاجه، أصل أنا بالنسبه فاهم، لنا أصل ان أنا ده فاهم، مستقبل مصر أنا العلمي. فاهم، بس بلا مستقبل بلا بتاع، أنتوا الإعلاميين هيعلمونا إيه مستقبل لا مصر يا فندم، العلمي؟ انا خليني بهو بس، خليني بس، خليني، ده بالنسبه لنا أنا ده اللي بحب، مفهوم. لا ما أنتوا مش فاهمين، طب اشرح لنا. ده عبارة عن مشروع إعلامي بكشي ولا أكثر من كده، ومضر لمصر، ولا اتجمعت الفلوس دي، ده كتجميع خطأ 100%، وأنا هقوله بأعلى صوتي للسيد المشير اللي أنا أحترمه وأقدره لأن هو بالنيابة رئيس جمهورية مصر، هقوله في المجلس العلمي، هقوله للوزير، شوفي ما فيش حاجة في الموضوع، البكش ده اتغيرت، وإذا البكش الإعلامي ده لم يتوقف ده هو الضرر الكبير. احنا قعدنا 30 سنة تكرروا كل الكلام اللي بيقوله، يطلع هاني هلال يقول كلمتين يسقفوا له، يطلع مش عارف مين يقول كلمتين يسقفوا له، أنا بقى خلاص اتعلمت، طب هو ما اتعلمت احنا من عايزين الشباب نفهم من حضرتك يا فندم، غلط، لانه مش وقته، البحث العلمي بالنسبه لنا عندي حتى القاهرة، بالنسبه للاعلام ده صندوق اسود احنا مش فاهمينه. أنا جامعة فلما القاهرة بتعمل إعلام، أيدوا جامعة القاهرة، مش محتاج أنا الجامعة جديدة، عندي مركز البحوث، عندي أنا المدينة اللي غيروها من مدينة مبارك وسموها دلوقتي مدينة مش عارف ما اعرف، لها اسم، يعني أنا لا آسف، حقيقي لا سمح الله. دي كلها من عضت فيها، لكن هو موضوع إعلامي ومشروع إعلامي بتاع الدكتور الزويل وشلته الإعلامية، وخلاص قرفونا الحقيقة بالادعاءات الكاذبة ايه في اللي مصلحة بيعملوها مين طيب ده يحصل؟ يعني ده بس دعاية وخلاص ولا الفلوس؟ للأسف، إن هي دعاية وخلاص لمصلحة قوى خارجية للسيطرة على عقلية المصريين، مصورينها إن اللي ياخد جائزة نوبل أهم من خدم مصر وأفنى حياته فيها، ده طيب الكلام الغير مقبول ولن يكون مقبول، ومحمد النشائي ما بيخافش من حد عشان يقعد مفهوم يا يهرج فندم مفهوم. ويتكلم كلام غير، طيب أنتوا دلوقتي بقيتوا أشهر برضه مصيرة تقول انتوا، هم احنا بنسمع رأي حضرتك اهو يا قناة فندم. تلفزيونية اللي هيقفلوكوا بعد يا ربنا يبعد بقى يا فندم، ما حدش يعرف. طب خليني انحي أكاديمية زويل على جنب 3 دقايق لو ما عندكش مانع، مدينة هي واتكلم أكاديمية مدينة زويل أرحيها شوية، واتكلم عن مستقبل البحث العلمي. يعني احنا كان اللي كان مفهوم ان ده هيبقى مستقبل ضخم للبحث العلمي، احنا مستقبلنا طب احنا رايحين فين دلوقتي في لا البحث ده ولا مش ما نشتغلش عمره بحث ما كان، علمي؟ يعني لا ما لا شوفي البحث العلمي زي ما هو كان موجود وعمره ما اتغير كتير من ايام وزير جاد اللي زي ابراهيم بدران لما كان ماسكه، راجل محترم، راجل طبيب، الى ناس الحقيقه ما كانش يستحقوا ابدا يكونوا وزراء للبحث العلمي مرت بيها ما اتغيرش كتير. احنا عايزين نتقدم بحقه حقيقي. اهم حاجه دلوقتي هو توظيف الشباب لمده تمام. سنتين ثلاثه، ما نتكلمش في أي حاجة إلا على الاقتصاد وكل ما يصب مباشرة في الاقتصاد، ممكن ننسى البحث العلمي اللي هو شغلتي الوحيدة على فكرة، شغلتي أنا الوحيدة، إلا الشغل اللي أنت جبته لي دلوقتي، لكن ده الحاجات الملحة، إحنا في حالة طوارئ وكل الناس بيتكلموا في طوارئ، بلاش نضحك على الناس بحبوب مهدئة أو مسكنة أو مش عارف طب ما بيقولوا انا داخل دي اتفضل واحدة، ده أول حاجة. بعد كده نهتم بالتعليم، تعليم، وبعدين نهتم بالتعليم العالي، وبعدين نبتدي نبني بجد البحث العلمي، لكن الأكاديمية ما موجودة وعندها ميزانية، مش عايز اتكلم ميزانية على كبيرة، الاكاديميه دلوقتي، انا عايز لكن اتكلم على معنى كده. احنا ده البحث العلمي ده كانوا بيقولوا لنا، وحدك عالم هو صلح لنا ان البحث العلمي ده بنبتدي النهارده عشان نجني ثماره كمان 20 30 سنه. بدون شك تمام، لما فانا لو يكون البيت بداتش مولع، دلوقتي مش لا هبتدي ما خالص. ادخلش انا ببليون جايبه عن واحد جاي من الخارج ملوش شغلانه غير بس الدعايه وما يعرفش مشاكل مصر، ما يعرفش مشاكل مصر وحاطط تعالي شوفي الهبل اللي ما فيش واحد الا اهبل يصدقه لما بيقولوا هنجيب 25 واحد عندهم جائزه نوبل عشان ينقذوا مصر، ده كلام يتقال لاطفال. لا خليني اكمل الكلمه، اتفضل. ليه؟ لان امريكا فيها 200 واحد عنده جائزه نوبل، من باب اولى كانوا حلوا مشكله النصيبه اللي هي موجوده فيها الولايات المتحده دلوقتي. الموضوع مش بتاعت تعد لما اجيب انا 25 واحد عندهم جائزه نوبل يجوا يشتغلوا هنا في مصر هضيع لهم الميزانيه كلها وما يقدروش يفيدوني زي اساتذه جامعه القاهره في قسم الاقتصاد وقسم الهندسه مثلا، ما يقدروش يفيدوني زي اساتذه جامعه اسيوط، دول عارفين مشاكلهم دول طيب بيحلوها. يبقى معنى كده ان الكلام ده حضرتك كله شايفنا شوف نشتغل على البحث العلمي بس موضوع بطريقة مختلفة. مدينة الزويل دي موضوع إعلاني وكذب في كذب ونصيبة كمان لو نفذ ولو نصيبة، ونتيجتها لن توجد إلا كمان 50 سنة
العائد بتاعها نعرفه، يا الحمار مات يا جحا مات يا الوالي مات. يا جماعه انا بقول لكم انا مش هستفيد حاجه. الشعب مات ده كلام طبعا ده كلام فارغ. وانا الحقيقه عمري ما اتكلمت بالطريقه دي لا في اذاعه ولا في تلفزيون ولا حاجه. ليه؟ لاني ما احبش اهز القارب. لكن القارب الحقيقه ما عادش موجود، احنا غرقانين. ما هو انا علشان كده، طب ما انا على غرقانين في الميه. انا عايز اخد من حضرتك تفوق. انا برضو عايز اطلع بره شخصنه الموضوع. لا واسأل. انتوا اللي دخلتوا الشخصنه وبكررها لك تاني. اهو طيب، مدينه الزويل كنتوا سموها مدينه مصر، كنا ما فيش شخصنه. طب انتوا ما اتعملش الكلام ده ليه؟ معنى كده علماء مصر اللي اعظم من الزويل 10 مرات. معنى كده ان حضرتك مش ضد فكره ان احنا نشتغل بحث علمي دلوقتي؟ لا انا ضد فكره ان انا اصرف بليون. يا جماعه هو الشيء اللي لا يؤخذ كله يترك كله؟ ما اقدرش انا احط انا مليار واجمع من الشعب مليار عشان بحث علمي كمان 50 سنه جمعي من الشعب. لكن لما يكون عندي ميزانيه قويه، ما زالت الميزانيه ماشيه واحنا وقفنا البحث العلمي. هو الزويل هو اللي علمنا ان نبحث علمي. الزويل عالم تجريبي في الكيمياء في موضوع صغير جدا وما يعرفش اي حاجه، عمره ما ادار ما قدرش قسم ما قدرش جامعه ما قدرش، جاي هنا اهو هو اللي بيفهم في كل حاجه واحنا ما بنفهمش في اي حاجه. لا ده كلام فارغ. انا لن مش هتحصلي باي طريقه. انا عايزه اجابه على اجابه. ما انا عايزه اطلع المدينه بتاعت زويل دي على جنب. لا ما هو ده، ما هو شوفوا لما تهاجم تحطوها على جنب ازاي وانت بتحطها. لا انا مش ضد حضرتك، انا مش ضد، لا مش مشكله المايك وقعت اوكي. انا مش ضد ان حضرتك تهاجمها، انا بس عايزه اسال وعايزه افهم. يعني احنا ما نشتغلش على البحث العلمي خالص؟ مين اللي قال كده؟ ما هو ما حضرتك بتقول اشتغلوا على التعليم وبعدين التعليم العالي وبعدين الاهتمام. الاهتمام نهتم. انا قلت الاهتمام تمام. التركيز القوي مش ما قلتش على التعليم خالص، انا قلت لك على توظيف الشباب دلوقتي تمام. وده ممكن على المشاريع اللي تصب، مشاريع صرف صحي مبتكر بالنسبه للمس. امريكا ما عندهاش مشكله في الصرف الصحي، مش هيجيبونا اختراعات نعملها لكن الاختراعات اللي هتتم في العلاج الجينيتيكلي للسرطان تم في امريكا، هم الاخضر على الصرف عليها. احنا نقدر نصرف على ايه؟ نشوف في البيئه المصريه ايه اللي بيسبب السرطان. دي مش هتدرس في امريكا، كلها مشاريع موجهه لمصر، مصر لتطلعها من المحنه الفظيعه اللي احنا وصلنا ليها بصرف النظر مين اللي وصلنا ليها عشان ما نشخص الموضوع. أيوة. لكن ان الموضوع مدينه زويل كلام اعلاني 100% والحقيقه اللي روج له عصام شرف عشان هو مشترك معاه في جمعيه قبل ما يبقى رئيس وزراء، والوزير السابق اللي هو اسامه هيكل اللي هو كان اساسا مستشار اعلامي بتاع الزويل. قال دي بقت مجموعه كده بيباصوا لبعض. ده وده اللي انا سعيد بيه. الجنزوري ده راجل تكنوقراطي، لا انا اعرف اضحك عليه ولا حد يعرف يضحك عليه. ده بيعمل شغله بالورق والقلم وراجل قديم وما يضحكش عليه وما يضحكش على الناس. فانا ده سعيد. الراجل الجديد بتاع الاعلام ده لواء. انا اثق في اللواءات لما يمسكوا الاعلام، عشان الانفلات الاعلامي اللي حاصل في مصر والكذب الاعلامي اللي بيتعمل في مصر بقى لا يطاق. استثني واحد منهم او اثنين او ثلاثه وانت احد. ربنا يخليك يا دكتور. حضرتك كويس؟ طيب حضرتك عامل ايه؟ تمام حضرتك كويس؟ دكتور محمد النشائي استاذ الفيزياء النظريه، شكرا جزيلا. خلاص سمعتوا مني النهارده. لا ازاي بس يا فندم، نورتنا وكل لقاء وحضرتك طيب. الله يخليك. انا بالتالي ده اخر لقاء. لا ازاي يا فندم، ده بيتك يعني. ميرسي يا دكتور على وجودك معانا. شكرا. خلصت حلقتنا النهارده وختامه مسك. بكره حلقه جديده ونهارك سعيد.